مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. هذه الحلقه عن التسجيل في مكان رسمي بالمانيا. انا حطيت اهم النقاط، اهم الاسئله، بدنا نشوف شو المعنى. الان ميلدونغ التسجيل، اوكي. هلا عندنا ناخ نام او فاميليا نام، نفس الشيء الكنيه او الكنيه، اوكي. ناخ نام فاميليا نام نفس الشيء، ممكن يكتبوا ناخ نام، ممكن يكتبوا فاميليا نام. لما تحطوا اسمكم هذا شيء كثير مهم، يعني العرب بالمانيا انا بشوف هذا شيء كل يوم عندنا بالمكتب، يعني ما بيعرفوا كتابة الاسم بالضبط، وهذا كثير غريب بالنسبة للألمان. يعني في عربي مثلا ما بيعرف اسمي مكتوب محمد ب ميم ميم ام ام دبل ام او عين ام او ام ام واحد، او يعني او اسمي احمد او احمد، او يعني في اي ولا في ا، ويعني بيجوا على المكتب نكتب الاسم ما بنلاقي الاسم بالكمبيوتر لانه ما بيعرفوا، لازم نقول على طول يعني جوازك معك منشان نشوف الاسم بالضبط. وهذا شيء مهم جدا بألمانيا، اللي ما بيعرف يكتب اسمه مثل ما مكتوب بجواز في شيء غلط، هيك بيفكروا الألمان احيانا، اوكي. لازم تحفظوا اسمكم، هذا شيء مهم مهم مهم، اوكي. يعني جبوتسنامه بألمانيا اللي يتزوج بياخذ اسم الثاني، يعني عاده او بالماضي النسوان اخذوا اسم الرجل، ولكن هلا صار مثل صديقي اخذ اسم زوجته، كمان عادي جدا، يعني بيصير مثل ما بدهن الناس. ولكن بالمانيا في فكره لما نتزوج يكون في اسم واحد لانه عائله جديده، والاولاد عندهم اسم العائله مو بس اسم الاب، يعني الام تكون حامل يعني 9 اشهر هيك تتعب كثير، بعدين الاب شو بيقول؟ بدي اختار اسم طفل وعلى اسمي. لا لا، بالمانيا بنجرب كله، يا ما بعرف هيك تقاليد يعني، اوكي. ايه، وشتراسة اسم الشارع او الشارع، والهاوس نمر رقم البناء، يعني بالمانيا كثير مهتمين بهذا الشيء رقم البناء. سالت طالب عندي شو رقم البناء تبعك، بيقول والله حتى ما بعرف اسم الشارع. يعني هذا بالنسبة للألمان كمان شيء غريب جدا، يعني ألماني ما بيعرف اسم الشارع. إيه، وبتكون تحفظوا الكتاب كمان 100%، يعني شيء بحتلة، يعني غريب إذا واحد ما بيعرف اسم الشارع هيك الألمان. بعدين هاوس نوما حكينا عنه، بوست لايت ساي رمز المدينة، رمز البريدي، رمز البريدي بوست لاتزال 5 ارقام بتعرفوا برلين او وين ما كنتوا. برلين بتبلش ب 1، هامبورغ ب 2 الى اخره، ممكن تشوفوا انتوا وين وشوفوا الرقم، يعني احفظوه. يعني الشتات او الاوت حسب الورقه الاستماره، ممكن يكتبوا شتات او اوت، يعني معنى شتات مدينه، بس ممكن انتم ساكنين في مكان صغير في قرية. اوت كل شيء، شو مكان صغير كبير اوت، يعني ممكن يكون مكتوب شتات او اوت. لاند البلد، البلد. هلا الجشلخت، واس است داين جشلخت؟ قبل اسبوع سألت عندي بالصف واس است داين جشلخت، بيقول نين 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 جود جود، يعني männlich ذكر او weiblich unser، اوكي. بعدين عندنا الفاميلينستاند الوضع العائلي، ليديش اعزب فهيغتت متزوج، كشيدن مطلق، فويتويت ارمل. اذا كنت رجل او امراه بقول نفس الكلمه، ich bin ledig، ich bin verheiratet الى اخره. وهون جبوتسنامه حكينا عنه، نعم. جبوتسات مكان الولاده، مكان الولاده مثلا برلين. ايه، افضل اذا كنتوا من بلد عربي، الالمان ما بيعرفوا المدن، اكتبوا مثلا مثلا بنقول حمص، وبين القوسين زوريان، اوكي. اكتبوا البلد بين القوسين منشان يعرفوا هاي المدينه، يعني او الاوت، يعني داس است دير اوت، وهاي البلد. جبوتس داتوم 1-1، ما بعرف ليش في كتير 1-1.
Staatsangehörigkeit, Agencia. Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit. Syrisch. Auch Deutsch. Auch Schumacher. Sehr gut. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Shukran kteer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.